فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما تفعله بعض المحلات التجارية الكبرى في احتساب نقاط لكل زيارة يقوم بها المشتري، فإذا اشترى منها زبون تعمل له خصما لأنه مكثر من زيارتها؟ هذا مثل تلقي الركبان، لا يجوز. هذا يعني يفسد على بقية المحلات اللي ما تعمل هذا، يفسد الزبائن عليهم، لا يجوز مثل هذا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.